الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. فصل: والمسح على الخفين جائز لثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. وأدرس الدين لها أن كبرني علم فقهها قرنان كتاب كيها متن الغاية والتقريب درس كان أقوم أنا يا درس اللحاء كان مدعى كتاب كدروس تيسين ولكن أقوم بجرنا في كتاب الطهارة طهارة كتاب كيريا ولكن أقوم بجرنا وحن أرد صوت المعنى طهارة إن أيلاد هاي المقاسم هي وسائل هي وسائل الوسائل مقاصد الطهارة هي الكسر الجرمي عن كسر هذا المي الوضوء هي والغسل وضوء هي ما كتب له الله عليه عاية لي فصل كان وركه الله يا المس على الخفين خفين كفرك الله والمسح مسألة أسمرك المسح على الخفين وحي حرير لليدا هي وسقات لأن خفك أي دوه سكو جرا خفين خفين كواسلة كواها أسباركها أكثر وحاوبنا مركو وسقات وبعضه markuu wajiga soo dhaqo uu gacmaha dhaqo oo madaxa uu masaxo dhaqitaanka lugaha markuu soo gaaro inuu iska daayo lugaha dhaqitaanka keli marka gacmihii soo qooya inuu khufeenka korkooda uu ku masaxo masaxaasaa wuxuu bedelka naqanayaa dhaqitaanka lugaha ayuu bedelka naqanayaa sidaasuu salaadu isaga dukanayaa ما دام مسح على الخفين وبدل كيها بقتان كاللغة وحويان مسح مكة والمقانا يا وحرير لله والسقاط وحرير لله والمقانا يا خفين مركي لي رادو وتثنية خف خف بالا تثنيي خفين بالا لغو تثنيي خفنا وحالي هذا ما يصنع من جلد ونحوه ساترا لمحل الفرد ووحل قصة مينا مقار يو مقار وحل مدعة أسطرا ينه فرل كمحل كيسا أسطرا ينه أن قوي ذا أيو أسطرا وكبصاص وسمي مقار بالك سمي أما مقار وحلمي ذا لقسمي وحينا أسترايا فرل كمحل كيسي أسترايا لبضى القوم أما لبضى أن قوية أي أسترايا كبه السدى سقصنا يسنبى خفين لغمة عابا مسألة ذا مكة المسح على الخفين وحالك لي نبقى عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بالك لي معايا لي سنة السقالات في غزوة تبوك هم بالوجدي المسح على الخفين وحين كم انتهي مسلدا من خصائص هذه الأمة ومدى محمدية
خصائص تيري كمتا وحي كمتا هاي مركا شريعة الإسلام كعجائب تيري وحيا لها تصنع كمتا هاي مسألة معايا لي شريعة وحال الله تلقى لي بني آدم كالدنيا كنور إلى قيام الساعة لقاقار شريعة عن إني كنر معه شريعة لن نسقط معه ساس ترادت وحي إلى لسي شريعة ظروفها بني آدم ك إيو بيئة إيو أماكن تلجوه ظروفه لنا شريعة وي إلى لسي مالها قار وحا سورو خفين كالعانتور إن أن لسعان كريم بأدو أشخاص تقار أيها الأنتو ضغيني سنسوحان كريم باسورو ظروف مكة أيها الأقار أهو كهاري ريسان أوي شريعة مركة وحي فالقال لسميني سامر والبا دتك ظروفه ضغي حالات كوضي ويوا شريعة وان لن نسق الدونين إلى الزمن كأو كان نسق معايا ومركة شريعة لائق أه بني آدم كالدنيا كنا إلى قيام الساعة لقاقار إني كنا كمان شريعة كنا من طوالي معنا والشريعة أن لديهن زمن هوري أولا صورنا في بي أقل أنت شريعة زمن كان حد لجوه ومقل أنت أن لديه دوني وإي إلى قيام الساعة لقاقار مسألة ذا مركة النص على الخفين مركة لقاهد لايو إلى الشن دينعبا لقاهد لايو waxaa laga hadlaya masaxa hukumkiisa waa laga hadlaya waxaa laga hadlaya muddadiisa waxaa laga hadlaya shuruudadiisa waxaa laga hadlaya mubdilaadkiisa waxaa laga hadlaya kayfiyadiisa waa laga hadlaya oo masax ala al-qufayn wuxuu leeyahay hukum حبك سوحويان الجواز إنه بناني حيوان ووح معناها قفك الرواء والسمانك لغها إنه صندق خفانك أوكليا إنه مصحه صلاة دنو إسكتك قفك الرواء إنه إسكت آخر كرام وحواجب أهماء سننا ماء حرامنا ماء أصل أهام حبك سوحويان الجواز إنه بناني وأنا مسألة أخرى يسوء تلمام الدونو والمسح على الخفين جائز به وحسبنا سيدا أصل كأه سيدا وهي حالات كاركور مكة وحسول الله إنه واجب نقضى إنه حرام نقضى إنه سنة نقضى إنه كراهة نقضى أنت هو يسول الله داني حكم كيسا الجواز وهي مكلا ليا هي واصلة أصل كا وقد يجب إنه واجبنا وراء قرن واجبنا غنايا قلة الماء هدي أجبت بي يرى بي هي مقوية يرى وحد هاي سطاء أوكليا بيوم قد وجهك كون نقضو قد قعمها كون نقضو قد مضح كومسا لكن بيها مقاران لغاها إنه يدقى خفان ويقو جران markaas soo kale inaad qofayka masaxdo waajib ay noqono waqad yahrub inuu haaraam naqdana waa la arka markuu haaraam naqanaayo laba xaalo waa mar oo asagoo haaraam ah uu ku gudaayo masaxa uu ku ansaxayo iyo mar uu san ku gudeynin oo masaxa uu san ku ansaxeynin حرام تأو مع الإجزاء أهو حويان خفك هدوية هاي خف مغسول أمر رسول خفين كاللغة هاي كجران وخفين أتصور معضي أتصور بولي سيد دائنا المصح هو حرام محايا للاستعمال كهد استعمال سيدا حرام لكن هدانا المصح هو إسكاء صحايا وأذيبه كويس قادنا يو كلاوي بيم مغسوبة أكسور بوليس حرام وإلك موزر وإسكاسيس
markuu xaraam naqanayo uusan haddana ku gudaynin waxa weeyaan haddii khufeenka ay ka samaysan yihiin jilda albayta bakhti maqaarkeeda haddii ay ka samaysan yihiin khufeenkiyaba waxay ka samaysan yihiin maqaar bakhti maqaarkiisay ka samaysan yihiin waa najaaso najisulceen waaye ayagaaba najaasa wax ansaxaya ma jirto markaas marka la sumeynayo waxa weeyaan maalan haddii ay nafsadaadu kahanayso masaxidda khufeenka la masaxayo maxaa yeelay khufeenka oo la masaxo waa arin nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam nafsadaaduna marka way kahanay markaas inaad samaysaan sunnaa masax si aad nafsadaada aad ula dagaasho aad uga zajriso waxa nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam kahitaanka yani kahashada ay kahanayso marna karaahu maqanaya in lagu celceliyo masaxa hal mar in la masaxo ba ay arrintu tahay ku celcelinta oo masax calalkufeen lagu celceliyo karaaha waayaan waa masaxday haddana waa masaxi haddana waa masaxi karaaha waayo ku celcelinta kolka xukunkiisa waa asal ahaan waa aljawaas waayo xukunkiisa inuu waajibana waa la arkaa inuu xaaraam naqdana waa la arkaa inuu sunno naqdana waa la arkaa inuu karaaha naqdana waa la arkaa muddadiisa waa arki doonaa waxaa loo kala qaadayaa shakhsiga inuu muqiim yahay iyo inuu musaafir yahay hadduu shakhsiga muqiim yahay muddada waxa weeyaan yoom waleel haween iyo maalin baa loo ogol yahay inuu khufeenkii masaxo musaafir hadduu yahay maadaama duruuftiisi ay badan tahay musaafir saddex beri iyo saddex habeen baa loo ogol yahay inuu masaxo muddadaas gudahood haddii ay weysada ka burto mar walba oo weysaqaad uu u baahdo markuu soo dhaqo xibnaha wejiga gacmaha madaxa lugaha markuu soo gaaro dhaqi maayo lugaha khufeenkiiyaa ku jira khufeenkii uu masaxayaa salaadiina waa iska dukanaya muddadaas gudaheed shuruud buu leeyahay shuruudada asigaa nooga hadli doono matnigay ku qoran tahay wuxuu leeyahay mubdilaad waxyaalo burinaayo ayadana madnigay noogu qoran tahay asigaa nooga hadli doono wuxuu leeyahay kayfiyo oo loo masaxo kayfiyada asiga hadda ma uusan u bambixin waxa weeyaan khuduudka nidaamka khuduudka la yidhaahdo in gacantaada aada saarto kor inaad saan ooga saarto midda midigtaa gacanta bidxaysana ciribta inaad saarto tanne aad saan u jiido tanne aad lugta hoosteeda sidaa umarayso nidaamkaasaa ugu fiican in loo masaxo waajibkane qaybta kor inaad masaxdo waayo og keliya laakiin qaabka hadda aan sheegayna waa qaabka mustaxabka ahoo sunnada ahoo fiican axkaamtaasuu leeyahay marka oo xugun iyo muddo iyo shuruud iyo mubdilaad iyo kayfiye ayuu leeyahay ayib bal matniga aan u imaano marka walmascu masax cala alkhufayni labada khuf korkood la masaxo jaa'izun waaye mid bannaan bithalaathati sharaa'ida shardiyaal saddex ah qabidoodana ku bannaan khufeenka in la masaxo way bannaan tahay waxayna ku bannaan tahay saddex shardi inay bannaan tahay khufeenka in la masaxo adilo badan baa ku timid adiladii buu marka soo qaaday wuxuu yidhi wadaliilu jabaasihi masaxa banaanaantiisa daliilkeedii axaadiisu axaadiis waaye axaadiistaasoo kahiiratun oo fara badan masax cala alkhufeenka inuu bannaan yahay waxaa u daliil ah buu yidhi axaadiis aad u fara badan minhaa axaadiistaas waxaa ka mid ah maa baa ka mid ah
ربا البخاري إيو مسلم بخاري إيو مسلم بأي وريين واللفظ لفظ كان له لمسلم مسلم بو أصغ نار لفظ هذا أنصر قاضي دونان لفظ مسلم كوا عن جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي وحال قوري إلهي هكرا لنقضي أنه جرير بالا جرير إنو كاذي ثم توضأ جرير ووي سقاتي ومسح جرير على خفيه لوجه سقف دشه ومسح انتو كات شيء ايوي سقاتي خفين كنا ومسح لغه ما وصدقين حبناها كلا وصدقين لكن لغه ما دقين وخفين كي بو مسح سيد امركو صحابي قال سميي فقيل له جرير با وحا لو يري أتفعل هذا أرن كان ميت سميني سابال ولغها ما بدقي سدنيا خفين كي لغي المسيحي سابال فقال الجرير وحير نعم ها سدنا سمينا يا محايا لي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي الرسول كيسان أركي بال رسولك أصيغو أو كاذيي ثم توضأ كدبنا ويسقاتي رسولك ومسح مسحي رسولك على خفيهنا مسحي رسولك وقد ينعى عليه الصلاة والسلام كأرنت رأيه حديث كامرك وحديث صحيح البخاري المسلم لبدا بأي ولي هنا الدليل هو يحي خفين كما سحيت السؤيني تهي أرن بنا والنبي يعني السميي صحابي السفر وتلماما قال الحسن البصري وحسن البصري باوه ويري وتابعي وأرضذي صحابة النبي رضوان الله عليه وحويري روال مصحى مصحى وحا وريين 70 نفسا تضوات النف أيا وريين واكو فعلا من جهة فعلا فعل جهدي كو وريين فعل كو منه النبي حقي سكاها إي وقولا من جهة قولا قول جهدي كو وريين صدواتاً قف صحابة النبي كمدا باوحي وريين نبي إنو خفينك مصحي فعل أهان إنو نبي خفينك أمصح إنو نشيغي خفينك إن لم صحي إني بنات صدواتاً نينو صحابة النبي كمدا وأسيغ لكل ما يحصل البصري بارنت أوتبيين وشيغين إن نبي عليه الصلاة والسلام خفينك إن لم الصحة والبنان تهي إنو يريئون السمية يوكا سيدا سامركا مسألة دا وحي كنا قال إيسا مسألة إسكا متواتر إسكا أو دات فربضا أي نبيك كسوريين عليه الصلاة والسلام مركا واوح جائز إسكا بناو والمصح مصح على الخفين لم الصح جائز ويمد بنان بثلاثة شرائد شرديال سيدا حهن خبنا شروط دا فيري مركا كو أن يبتدئ إنو باللابا واي شخصك لبسهما لبس الخفين لبضا خف لبس شضر بعد كمال الطهارة تهارة كمال كيذا بعد كيذا إنو باللابا واي لبو وأن يكونا إني أهادان واي خفانك ساترين لبا أستريان إني أهادان لمحل غسل الفرض فرل كنقدي سمحل كينا أسترايا محل كاسو من القدمين لبدا قمدود حقو دي كاها وأن يكونا خفان كي إني أهادان وا مما كي حقي إني كأهادان يمكن تتابع المشي صعد كإسرع راعي سأسورو وا عليهما خفين كدشو دان الغصع دو شروط هذا بالإسكفير سد هذا شرط شرط كم إذا هدي له وعي مصح ما بنام شرط كقوات وحوية إنه بالله قفين كلبس الشر تهارد كمال كذا بعد إنه بالله بمعنى فكت هراء قفين كأنت لغها لقي لنبا ولو يسقادنا يا مرحبا ويسقاد كاملة أيوه قفك ويسقادنا ويشكي بوضقايا قعمه بوضقايا مذبه ومصحايا لبهنا بوضقايا لقطة هرائية لقطة ملك تأيه تنبذك ده لبضا بوضقايا
مركا كدب أيو خفين كحيران تاسوا الشر أصيغون طهارة قبين هدو خفين كلغها إسكجلي دي أمبنا إلو إلى هدو لغن ومصحايا أبو أما أصيغون طهارة دي سائسا كامل نقاني هدو خفين كلغها كلي هدانا أمبنا ومصحايا إلو حتى لقطة ملك تهدو رقم أو لقطة ملك لا يقول لمن تهي ولي أصندقين لقطة ملك تخف كاري مجلين كارو محايا لولي لها رديس كامل من أقنى لها رديس وحي كامل لغني سا لقطة لبات مركو رقم سيدة اسمرك إذا هرد كامل أنا قطوه وفاك حرام تامرك واشر شرطك أسيقى أمرك دليل بوكينة دليل أيوك أن شرط العصر وحوي لرب البخاري إيه ومسلم وحي وريه عن المغيرة بن الشعبة وحي كوري رضي الله عنه قال إنه يري مغيرة كنت وحن أها مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لشرك سيئان أها ذات ليلة نفس ليلة هبين نفس ديلا النبي قال لشرك في مصير في سفر سفر نحلي يا نبي معي سقوها هبين با نبي سفر كل جريوي مغيرة فأفرغت وان شوي الماء أسك قدرا بيه بان شوي عليه نبي أن قدر شوي من الإداوة ويلك حق يا نبيها أغسر شوي فغسل نبي ورقي وجهه وجهه سوطقي وهو سقالنا وغسل نبي ذراعيه لودي صدر أيو نقي ومصح نبي برأسه مدح ساعة ومصح لغها أولي من مكة لغه هنا مكة خفين باكو جن ثم أهويت قعنت بان تاغي يعني مددت يدي قعنت إذا تاغي لأنزع خفيه نبي لودي صخف إن كسي وأهان بان قعنت أتاغي صحابة النبي رضوان الله عليه النبي هو الأخذ من جنين عليه الصلاة والسلام إني كبه كبد حيان إني كبه أقاذان سيدة صوك لبيها إني أقاذان ويأخذ من جنين مركبه لي حيق عنت إذا أنت قيسي أن خفينك أقب حيو النبي عليه الصلاة والسلام فقال مركبه سوى النبي عليه الصلاة والسلام دعهما خفينك كتك مغيره هبحنن محايا إليه فإني أنا أدخلتهما يعني رجلين كيبان سوق لي ظاهرتين لبا ظاهر حال أيهم بان سوق لي رجلين يعني خفينك لغه بان سوق لي أيضا لغها أي طاهره معنى هذا هو دليل سنايا هذه الضمير كخفينك لو عليين أدمل أو خفينك بان لغها سوق لي أيغو طاهر أخفينك خفينك أيغو إني طاهر نقلان نوالوم باهين أو إيسا نجاسا نقلين أما إيسا متنجس نقلين شخصيك أسيك إنو ضهارة قبل نوالوم باهين مركا معنى هذا الدليل سنة أي حديثك وحاوية لغيه بان سوقي لي خفينك أيغو طاهر أخلوها بعدما لغها أنقصو ضهارة قابي أنو سوي سقاتي أو يسدير أي كامل لغتي بان خفينك سوق شطير حتى نوان اسكم الصحة ياي اسكدا او هاي قد ان مو نبي عليه الصلاة والسلام مركه وحوي يا لبس ولا بعد كمال الطهارة ان رب العالمين معناها صاف وصلى شرط قال لبادنا وحويان ان يا هذان لبادا خف خفينك لبا استرايان فرلك محل كيسا يعني فرلك بقيتان كيسا محل كيسا استرايان محل كاسو من القدمين كأها لبدا قندود حقي كأها سيدا لوك سوني هاي مركا لو يسقادانا يو لغها لنقا وحا واجب مع الكعبين إن لبدا لبدا أن قويو معوض فالغو درايا دقيتان كحوغا والغي يرسو سر مرينا انتا سوكا لا واجب إن لبدا قلوها مركا لو يسقادانا كذلك خفين كأيقون إني انتا سأسطران باشرطي إني انتا سأسطران باشرطي ما دام نقتان كلوها لنقلها بدل كودي خفينك أن لما صحاي
ده انتي لا دقي لها اني كفنك استورايان بالا هدي ايو هوس ودعان كفن ما صح مركز ما بنا وقفك ان قويدي سهدي موقدا ما اركيسا اي كفنكو غابن يين او دعس عمل اي كاغدو يين مثلا او انت سودن ايسن استورينين ما صح ودي ما بنا انت واجب كائن لا دقه مركي لا ويس قادنايو اني انت استورايان بالا daqitaankii marka oo inta la dhaqi lahaa waxa bedel ka naqanayo ma saxiba bedel ka naqana qiyaas waay marka shartigan daliilkiisi weesadii baa loo qiyaasana shartiga saddexaadna waxa weeyaan labada qof inay ahaadaan laba qof oo in lagu socdo ma arkaysa socodkana uu israac raaco ay ka suuroobayso inay ahaado waxa la diidayaa لو قفوضه علاس بدن او سي دبيعي اه ان لوو سخان كريم سده بر عمله هو علاس اني نقرا وحكى لا لديدايا ضعيف اني نقرا هو وا لوو سخان هدي لي يرادو اسك جه مايا اما اسك دلاع مايا او سي دبيعي اه ان لوو سخان كريم اني نقرا نو وا لديدايا وان لو قفوضه حوق له oo lagu socan karo oo si dabiici ah lagu socan karo ma arkaysa iscelinayaan on dibacsaneen on biyo gudbineynin oo sidaa soo kale meel walbana lagu mari karo inay ahaadaan baa saas waayna waafo shuruudada saddexda ah hadii la helo marka ma saxal oo naqanaya jaais oo naqan an yabtadi'a inu bilaawo waaye shakhsiga lubsahuma lubsal khufayni inu bilaawo waaye بعد كمال طهارة طهارة كمال كذا بعدك إنه باللابوة وأن يكونا خفانك إني أهادانوا ساترين لبا أسترايان لمحل غسل الفرض فرض كنغدي سمحل كينا أسترايان محلكم من القدمين كأهاد لبا ذو قمدود حق يذي كأهاد وأن يكونا إني أهادانوا خفانك مما كي حق إني كأهادان يمكن تتابع المشي صعد كإسراع راعي سأسوروا عليه ما قفين كتشهد أن الله صعدوا انت أسمرك والشروط دي حكمك هي الشروط دي مكهد لي حتى أنا أقول ربا إنه مكهد لي مددي إنه مكهد ويمسح المقيم متك النجي ومسحا يا يوما مالا وليلة هبين والمسافر مسافر كان ومسحايا ثلاثه ايام ما لميال او سدحا ثلاثه بلياليهن مع لياليهن هوينودا معي اهاديون مددا شخص يكون حرانت هي انه مقيم هي انه مسافر هذو هي قف مقيمه لظروفتي سوى اسكيرته waxaa loo ogol yahay loo ruqseeyay habeen iyo maalin baa loo ruqseeyay inuu kufeen ka maso waa 24 saacado muddadaas baa loo ogol yahay mar walba uu weysaqaad u baahdo uu weysadii ka jabto lugaha inuu san dhaqin xibnaha kale ha soo dhaqo lugaha markuu soo gaaro ha iska masaxo kufeenka sidaana salaada isaga jirto مسافر كأسيغا ما دام ظروفتي سي اي بدنتا الى سدح بري او هويندودنا اي لا جيران با اسيغا لو اوغول يحيى قفينك انو مس تضباتن اي لبا ساعو كلا وا سدح بري يو هويندودي با لو اوغول يحيى انو مس مساله ده امر كايدن دليل بو او كيناي شيخ نمبر بو سارا يوحو يري ربا مسلم وحو وريي إيه وغيره مسلم غير كيبا عن شريح بن هاني وحيك وريين قال وحو يري شريح أتيت عائشة عائشة أتقي رضي الله عنها إلهي حكرا ذي النقضي أسألها عائشة حال أن سؤالا عن المسح أن كسؤالا يمسح على الخفين إن الله مسح أمنا عائشة رضي الله عنها بأن أتقي أن يقوم مسح على الكفين كالسؤال يعني مددس
فقالت عائشة وحيتي ائت عليا علي أتك فإنه علي أعلم ويا مد أغال بدن بهذا مصحا مني أني إيجا أغال بدن بلت ما هي اللي كان علي وحو أها يسافر مت صفرا أيو أها علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرا مسألة قفك هذا إسلاله وكاقا أقوم بدن يهي إن أدعونس بيسو أدنى أصف تمعرفة إيو أقوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه وين كلا إذا بقادن جرين مد والب مد ككلا وكا إذا بقادن جرين طيب وحاد عيسى مررك قال مسألة قفك أسيقوا يقانوا إنو سنك جبابين حبل باك جبابا يئنو ميرا أيها ومركا اسكو احتراما يوخل مركا هدى عائشة حقيقة بيك هذا الشيء وحي ترى علي أتغو مسألة علي ويدي أسيقا إيقا أقوم بضا وايو نبي عليه الصلاة والسلام بو صفر لقلي جرى أسيقا مركا حق بضا بو هاي شريح مركا وحو يري فسألته علي بان سؤالي فقال علي وحو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام إي ولياليهن أيو يالي للمسافر أيون أو يالي ويوما إي وليلة أيو يالي للمقيم مقيم كالهان تيسون أو يالي حديث كاسا مركا والدليل أدي لك لنا ويجرا إيه هل كان حديث بان غفلا أو صحيحا إن مسافر كان الله أقول يا هاي ست أحمال إي هبين ذولي مقيم كان الله أقول يا هاي يوم وليل مسافر كان مركا للي سفر كيساس وسفر طويل ومسافة سؤال أكتا يسدتا إيو ستة كيلومتر وكالي سفر أي مسافة سؤال أكتا هاي سفر كقصير كما ما أكتا هاي مصحة وكمد يهد رخصوين كسفر كقطع اللقام بكمدية رخصت أو سفر كقطع اللقام قدهان وسديد أفر وحا ليري وخاص سفر طويل يكو خاصي أفرنا وعام سفر والبولق قالوا بالغو رخصي أما حقا ابنا ذا أما حد إرادة سفر أفرت مركة سفر كطويل كالو رخصي وحاكم ده مسألة ده هذا عند تاجن نحي المسح على الخفين ثلاثة أيام خفين كإن لمسح مدة ستة بري مسافر كستة بري يا لو أقول يا هيالي هويننا أي الجيران سفر كاس أو رخصي ستة بري إن خفين كلمسح وسفر كطويل كأهل سفر كحيل ومسافة دي صدر هي 60 كيلومتر أي جاري صدر لبو وقصرية قابلت أو صلاة دل قابلنا أو سفر كدوري سلوكو قابلنا صلاة إن لقابلية أو رباعية دا ظهر كي عصر كي عشي صلاة الرباعية إن لقابلية سفر كدوري لقو قابلية ورخصه سفر كلقو رخصي قابلت وسفر كطويل كأهل سفر كقصير كالغمة قابلنك رسالة سدة وجمعها صلاة الله جمعنا جمع تقديم إيه جمع تأخير أو سفر قده لغو جمعنا رخصوا أي سفر كقده جمع تقديم إيه لغو سمعي إيه جمع تأخير سفر كالغو رخصي جمع إن لغو سمعينا وسفر كطويل كواي معها سفر كقصير كأما أفر وحويان فطر رمضان بالرمضان أيضا الوجر إن لا أفره سفر دراتي إن روح ورس مسافر كيوم اسكا أفره ورسي سفر كالورسي رمضان كدريه إن روح أفره وسفر كطويل كأهوى سفر كقصير كأما أفر تامر كأيضا وحيكو غاريهين سفر كطويل كيكو غاريهين وفين كأولم السحر مدس اللح بريمك أفر تاسو أجنا أفر طعامك أما سفر كهك أبناء أما هذا إرادو للرخصي سفر بهدي لقالو للرخصي قرب كتواد الحوية أكل الميت بختك إن لعنو باهي الدراد
qofka hadduu u dhiman gaaro calaashan safar buu ku jiraa mudlar waayo waa la dhibaato geliyey baahi baa loo dhibaato geliyey meytada inuu wax ka cuno ruxsu u qabaa safarkiisa qasiir ha naqdo ama dawiil ha naqdo caam waaye middaa ayada labo annaafila cala raaxila sunnada lagu dukanayo daabada dusha qofka isagoo daabad korkeeda saaran baa loo ogol yahay inuu iska suno fasho safar markuu ku jiro safarkaas marka ama ha naqdo safar dawiil ah ama safar qasiir waa caam midaa ayada tan saddexaadna waa tarku ljumucata jumcada oo laga tago safar daraaddii looga tago caam waaye ayada tan afaraadna waa isqaadu salaati bitayamumi salaadoo la rido tayamum lagu rido biyo la-aan baa gashay buu iska tayamumaystay tayamumkii buu salaadii ku dukanaya musaafir waa safarkiisa ha naqdo safar dheer ah ha naqdo ama safar gaaban ha safarka dawiilkale waa kan ay masaafadiisu gaarayso dhowr iyo siddeetan kilomitir ay gaarayso idan markaa ruqsooyinka safarka ku tacalluqo siddeeddaas waay afar oo ku gaar ah safar dawiil ah iyo afar caam ah oo safar walba lagu ruqseeyey qasiir ha naqdo ama dawiil ha naqdo masax cala alkhufayn marka thalaathata ayaam wuxuu ka mid yahay kuwa ku gaarka ah safarka dawiilka ku gaarkuu ka mid yahay saas waay macna muddadan marka halkee bay ka bilaabanayaan oo muqiimkana la yidhi yowm waliil musaafirkana la yidhi thalaathata ayaam bilayaalihinna la yidhi goormay muddada bilaabanay qofka markuu lugihiisa khufeenka geliyo isla markaas miyay muddada bilaabanay mise wakhti kaley muddada bilaabanay waa masale in laga jawaabo u baahan taasuu haddana baraarujiyey wuxuu yidhi wabtidaa'u lmuddati muddada bilowgeeda min xiini zamankii xaggiiyay ka ahaa yuxdithu shakhsiga uu xadathaayo bacda lubsi lkhufayni labada qof labisashadooda bacdigiina uu xadathaayo muddada waxay bilaabanaysaa khufeenka markuu labisto kadib haddana uu xadatho markuu xadathay muddada bilaabanay muhiimadda intaasu haddii uusan xadathin weli muddada ma aysan u bilaabanay masalan saakay hal socoo kale ayuu weyse qaatay lugihiina kufeenkii buu geliyey muddadii weli ma bilaabanin ma lix socoo kale markii la gaaray buu xadathay ay weysada ka jartay markaasay muddada bilaabanay lix sacay muddada u bilaabatay hadduu muqiim yahayne saacadda meeshuu ka bilaabayaa labaatan iyo afar saac hadduu musaafir yahayne toddobaatan iyo laba saac saacadda meeshuu ka bilaabaya xilligii uu xadathay macnaha lubsiga bacdigii markuu xadatho bay muddada bilaabanaysaa maahane labisashada oo qufeenka la labistay leh kuma bilaabanayso muddada xadadka bacdigii muddada bilaabanaysaa saas waaya wabtidaa'u lmuddati muddada bilowgii yacnii muddada bilaabashadeedii min xiini zamankii xaggiigii ka ah xiini oo la hoos dhigo hoosdhiga wuu bannaan yahay kordhiggana wuu bannaan yahay oo naxba ahaan labadaba way bannaanta leanna waxa ka dambeeyo waa ficil mudaaric baa ka dambeeya yuxdithu waxaa fiican marka sida hadda uu noo shaqlay hoosdhiggaana axsana waana la icraabinayaa oo waa la jaray oo kasraa lagu jaray haddii la kordhigana waa la bineeyey waman banaa falan yufannada waa meeshii ibnu maalik alfiyaha uu ku dhahayo qofkii bineeyo kordhigane yacnii gef laguma xugminaayo min xiina haddii la yidhaahdo khalad ma ah min xiini haddii la yidhaahdana khalad ma hoosdhigu hadda annaga noo qoray maadaama waxa ka dambeeya ficilka mudaarica uu yahay min xiini zamankii ayay ahaatay muddada bilaabashadeedii yuxdithu uu xadathaayo shakhsiga bacda lubsi lkhufayni uu xadathaayo waako fa in masaxa hadduu masaxo shakhsigii fi lxadari fii xaalati lxadari nagaal xaaladiisa dhexdii hadduu masaxo uma saafara kadibna uu safro atama masxa muqiimin wa wuxuu taamyeelayaa mid negay masaxiisuu taamyeelaya ow masaxa ama shakhsiga uu masaxo
في السفر في حالة السفر سفر كحالتي سدحدي او مسخو ثم اقام شخصي او نغادو اتم شخصي و هو تاميلا مسح مقيم مد نغي مسخي سو تاميلا اصيغ مقيم ايو خفين في مسحي كذب سلم فلانا سفر باب صوبحي سفر بوغا اتم مسح مقيم مقيم مسحي سيمسو أها يوم وليل يوم وليل التاميال وحال غالبا جانب في حضر كال غالبا سفر قديه هدو كم مسحة كدب نقول نجاده وسفر كي حكيه ما دام أقول نجادي وصل مسافر أهان أتم مسح مقيم على الليل مقيم مسحي سو تاميال يوم وليل أكل التاميال صاصوين لا بد حاله حالتنا أسيقا بمقيم أهبا سيد أحبير المحكومة الصحايا حالتنا كلنا جانب كحضر كاللغة اللي ويبا للي فإما صحا هدو مصح شخصك في الحضر في حالة الحضر النقال حالت دي هدو مصح ثم سافر كدب نقو سفره أتم شخصك مصح مقيم بوتاميالا أو مصح أما شخصك أو مصح في السفر في حالة السفر ثم أقام شخصك أو نقال أتم شخصك وحو تاميالا مصح مقيم كين جاي مصح يسو تاميالا مصح مركا ولقاها لا يحلم في سئي ومددي سئي شروددي كيف يدنا هرا مقتل ما مقبلات دي أنهما مقبلات دي وهدنا كهدلا محبورين أيها مر قفين كإن لمصح ويبطل المصح مصح وابورا بثلاثة أشياء شيال أو سدح أيو كبورا بخلعهما خفين كسيب الدوري أي كبراي وانقضاء المدة مددا قائتان كذا وكبراي وما نوا كبراي يوجب واجبين يوما الغسل قويس واجبين يوما سد هذا الشيء بالغة إلى علينا خفين كهدي لسيبه لغها لقب بحيو مصح وابري ما صحي وابوري هدي أي مددي قرض مسافر كان يوم وليلة مددي سائح هذا هدي قرض يعني أنا راهض مقيم كان يوم وليلة مددي سائح مسافر كان ثلاثة أيام بين مددي سائح هدي أي مددي لما أتنا ما صحي وابوري قرب كأوجودا بيانا وحويان وح قويس كواجبين أي وصبرني وحيالها قويس كواجبين أي لبدي قيب قسمي مختص كاها إيو قسمي مشترك أها رجع إيو دمر كبا أي وذاقين درسي حالي تنقصه أغاني ويبضل المصح مصح وابرايا بثلاثة أشياء أيو كبرايا بخلعهما قفين كسيبي دورو كبرايا إن لسيبو إن خلعنا والمد إن أيجا السيبمان وانقضاء المدة مددا قائتان كيدان وكبرايا وما نوا كبرايا يوجب واجبين أيا ماغا الغسل قويس واجبين جماعة هدو سمايو كالي أما هدي ماني كي ما تو كالي وابورا يا مصحي مسألة ذا المركة أيضاً الدليل بغشي ربط الترمذي والنسائي وحي وريين واللفظ لفظ جن له للنسائي أي غصبنا ذي عن صفوان بن عصال وحي كبري رضي الله عنه قال وحي لي صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أها يأمرنا كينا أمرايو إذا كنا أنك مركان أهانا المسافرين أن نمسح على خفافنا إن أن مسحنه ولا ننزعها خفافته إن أن نسيب ثلاثة أيام من غائب صحره درتي إن أن نسيب وبول كاري درادي إن أن نسيب ونوم هرد درادي إن أن نسيب انت بطيب ماله إلا من جنابة جنابة ماهنة جنابة هتايد عدو والسيبة يا محايل ويبورايا معنى يا صاصوار فصل وشروط التيمم خمسة أشياء وبالله توفيق.